Je te dis bonjour. Tu me dis bonjour. On se dit bonjour et bonne journée. Je te dis au revoir. Tu me dis au revoir. On se dit au revoir et à bientôt. برحب فيكم مرة جديدة بمدرستي. أنا نورما، واليوم بحصة اللغة العربية رح نتعلم حرف جديد. بدكم تعرفوا شو اسمه وشو صوته؟ جاهزين؟ بس قبل خلينا نسمع أغنية الأبجدية سوا. حضرتوا قلم وورقة وجاهزين لحتى نتعلم اسمه وصوته للحرف الجديد؟ كتير منيح. أو بدي حذركن حذورة، بتعرفوا شو معي هون؟ شو اسمها؟ مظبوط، ريشة. إنها ريشة، معي ريشة حمراء، ريشة خضراء، ريشة صفراء. ممتاز. طيب والريشة، كلمة ريشة بشو بتبلش؟ بأي صوت؟ رح ارجع عيدها وجربوا، اسمعوا منيح وركزوا منيح. ريشة، ريشة. أحسنتم، ريشة صوت الر. راء اسمها الراء وصوتها ر، فإذا حرفنا اليوم هي الراء. اسمها الراء وصوتها ر ولفظها ر. يعني نحن بس بدنا نشوفها بالكلمة وبدنا نقريها، بدنا نلفظ هيدا الصوت، بدنا نقول هيدا الصوت. ر راء اسمها الراء وصوتها ر. طيب من بعد ما عرفتوا اسمها ومن بعد ما عرفتوا صوتها، شو رأيكم نتعلم كيف نكتبها سوا؟ يلا جاهزين؟ حضروا القلم والورقة. فإذا الراء كتير بسيطة وهينة وما فيها أي سر، خط صغير منحني على السطر. شوفي كيف رح اكتبها، مثل الدال منعلي ومننزل على السطر. مثل ما شايفين الدال كانت بتقعد على السطر، بينما الراء منحنية على السطر. رح ارجع عيدها للنقطة، مننزل ومنمشي على السطر. مرة تانية، جاهزين؟ بالقلم والورقة قدامكم جربوا اعملوها معي. يلا فوق السطر منعلى شوي ومننزل على السطر. منحني هي خط بسيط صغير منحني على سطر. تعرفوا يا أصحاب، عندي إلكن شغلة صغيرة، إذا حسيتوها فيها صعوبة إنه نكتبها، تخيلوا معي إنه أنتوا عم تعملوا شو عم تعملوا؟ دائرة. شوفوا الدائرة ومننزل. رح ارجع ارسم لكم الدائرة ونشوف مع بعض كيف نكتبها. نحن بنبلش من تحت، بنبرم هالميل، نبرم هالميل، وبس نوصل لهون بننزلها. صعبة؟
تخيلوا كأن رمانة. الرمان هي فاكهة، فإذا رح أرجع أعملها كأنه عم نعمل دائرة وبنوصل لهون وبنعملها الراء. رح نعملها هون على الزيح على الخط من النقطة أو من الزيح، نطلع لفوق كأنه عم نعمل دائرة، وبس نوصل لهون بنعملها للراء. فإذا اسمها الراء وصوتها ر، اسمها الراء وصوتها ر ر ر. عيدوا من ورائي لأنه ما نحفظ لها اسمها. اسمها مش كتير صعب، اسمها كتير هين، بلساننا بيتحرك بتمنا ر. تسمعوا ر. عيدوا ورائي ر. أحسنتوا، مرة أخرى ر. ممتاز. فإذا اسمها الراء وصوتها ر. هلا أنا عندي محفوظة صغيرة كتير هينة وبتخلينا نضلنا على طول نحافظين صوت الراء. يلا مع بعض رح نجرب نقولها. هي راء مثل نهر أسمع فيها خريرة، ليس فيها أي سر، شكلها ليس عسيرة، هي خط منحن فوق سطر متقن. بعد بنعيدها مرة واحدة. يلا. هي راء مثل نهر أسمع فيها خريرة، ليس فيها أي سر، شكلها ليس عسيرة، هي خط منحن فوق سطر متقن. هي راء مثل نهر أسمع فيها خريرة، ليس فيها أي سر، شكلها ليس عسيرة، هي خط منحن فوق سطر متقن. يلا جاهزين نلعب سوا؟ حاضرين؟ لعبة هي أنا بدي أقول كلمات وإنتوا بدكم تسمعوا كتير منيح إذا فيها صوت رررر. جاهزين؟ أول كلمة يلي هي شو هي شو هي؟ طاولة طاولة. هل هناك رررر؟ هل هناك صوت رررر في طاولة؟ كلا. أحسنتم. رداء رداء. ممتاز ممتاز. هناك صوت الراء في رداء، رر في بداية الكلمة، رداء رداء. لوح لوح. أجل. ممتاز. ما فيها صوت الراء. رسالة رسالة. ممتاز يا أصدقائي، أحسنتم. والآن الكلمة الأخيرة، رفش رفش. ممتاز، أحسنتم. فإذا رر، ما تنسوا هذا الصوت رر. نرجع مع بعض نعمل مراجعة صغيرة للأصوات الطويلة والأصوات القصيرة ونشوف كيف رح يكون صوتها للراء معهم. يلا وقفوا جاهزين، نبلش بأول صوت. اسمها الألف وصوتها آ. اسمها فتحة وصوتها أ. اسمها الواو وصوتها أو. اسمها ضم وصوتها أو. اسمها الياء وصوتها إي. اسمها الكسرة وصوتها إي. ذكرتوهم؟ منعيدهم بعد مرة. لا تنسوا على الأصوات الطويلة منشد منطول صوتنا، على الأصوات القصيرة منقصر ومنصغر صوتنا. أوكي؟ يلا نرجع منعيد. اسمها الألف وصوتها آ. اسمها فتحة وصوتها آ. اسمها الواو وصوتها أو. اسمها ضم وصوتها أو. واسمها ياء وصوتها إي. واسمها الكسرة وصوتها إي. وهلأ نرجع نتذكر كيف بنكتبهم. يلا أول شيء الألف. اسمها الألف
وصوتها أ، مثل ما قلنا الألف بتقعد على السطر طويلة، بينما الفتحة بتطير بالهواء ما فيها شيء. والتاني صوت طويل يلي هو الواو، برمي واو، اسمها الواو وصوتها طويل أوه. بينما الصوت القصير نفس الشكل ولكن صغير، صوته قصير، اسمها ضمي وصوتها أو وصوتها أو. وآخر صوت من الأصوات الطويلة هي الياء، ممتاز، تذكرتوا؟ الياء كمان بتقعد على السطر. بينما الكسرة وين بتكون؟ مظبوط، بتكون تحت عم تسبح. ألف آ، فتحة أ، الواو أو، ضمة أو، والياء إي، والكسرة إي. أوكي يا أصحابي، وهلأ خلونا نشوف كيف ما نكتب الراء وحدى الأصوات الطويلة وفوق أو تحت الأصوات القصيرة. فإذا الراء لنا خط منحنى على السطر، خط منحنى على السطر. بنحط حدا الألف، را، ر، ر، آ، ر، آ، را. بنحط فوقه الفتحة، ر، أ، ر، أ، عيدوا، ر، أ، ر، ر. ما تنسوا را، را. هلأ منشوف الراء مع الواو، أحسنتم. يلا جربوا معي، أول صوت شو هو؟ أول صوت رر رر. شو صوت الحرف الثاني؟ أو أو رر أو رر. تبهتوا؟ بدنا نشد على كل صوت ونجرب نقوله واحد ورا الثاني، ررو ررو. وهلا بنشوف الراء مع الضمه، شو صوتها للضمه؟ او صغير، طايره بالهواء او. فاذا ر او ر او ر ر او ر او ر. ما تنسوا اخر شيء رح نشوفها مع الراء مع الياء، الراء مع الياء. رئي 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 ري ري. شدوا عليها ري، ممتاز. بينما الراء مع الكسرة شو بتصير؟ ر ر ر اي ر اي ر ر. يلا خلونا نقريهم ونعيدهم تنتمرن عليهم. را را، ما تنسوا تشدوا را وتطولوا الصوت الطويل. را را را. رو 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 رو. ري 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 ري. ممتاز، احسنتم. هلا بتعرف شو بدنا نعمل؟ بدنا نجرب نكتب كلمات فيها الراء والاصوات الطويله والاصوات القصيره وكمان صوت الدال. جاهزين؟ تنكتب اول كلمه سوا، يلا. فاذا انتبهوا منيح شو عم بعمل، وانتبهوا منيح للصوت للحرف يلي عم بكتبه. اوكي، فاذا شو اول صوت؟ د، ممتاز، احسنتم، صوت د د. شو تاني صوت؟ الواو، او او د او د او. شو ثالث صوت؟ ر ر راء، ممتاز. وشو رابع صوت؟ اي اي. طيب كيف بدنا نقريهم كلهم سوا؟ اول شيء بدنا نبلش باول صوت، شو الصوت الاولاني؟ د د د د د
دو. الصوت الثاني ما نقوله دور اي دور اي. لاحظتوا؟ هيدول الاصوات اللي بنقوله دور اي. رح اقوله دور اي دوري. احسنتم دوري. معكم القلم والورقه اكتبون لانه بعدين بدكم ترجعوا تتمرنوا عليهم لحالكم بالبيت تصيروا كتير شاطرين وتصيروا تعرفوا تكتبوا وتقروا كمان. يلا عجلوا. رح اكتب انا الكلمه الثانيه. الكلمه الثانيه بتقول هيدي شفناها قبل مزبوط بس مع حرف الياء اليوم. طلعوا منيح. شو اول صوت؟ ممتاز صوت الد. بس شو تاني صوت؟ آ د آ د آ. يعملوا دا. احسنتم. بينما رئي رئي بيعملوا ري. كلها سوا دا ري دا ري. احسنتم يا اصحابي. داري داري انا. طيب الكلمه الاخيره رح نقريها سوا وركزوا منيح. في حرف ناقص. انتبهوا. تشبه الكلمه اللي قبلها ولكن في حرف ناقص. ممتاز. الياء شلنا الياء. ممتاز. فاذا دار. ما فيها شيء. دار دار دار. طيب قولكم اذا حطينا للراء فتحه شو بيصير اسمها؟ شو بيصير صوتها؟ هات نشوف. دار دار دار. داري داري. دوري دوري. كتبتون يا اصحابي؟ كتبتوا الكلمات؟ ممتاز احسنتم. هلا انا بدي اطلب منكم انه تتمرنوا عليهم قد ما فيكم وتحفظون وتجربوا تقرون قراءة كتابة. تمرنوا قد ما فيكم. اوكي؟ دوري دوري. داري داري. دار دار. وهلا يا اصحابي من بعد ما عملنا مراجعه قصيره على الاصوات الطويله والاصوات القصيره وتعلمنا صوت الراء، شو رايكم نكتشفهم سوا بالجمله؟ جاهزين؟ يلا سوا. فاذا على شاطئ البحر أكل ربيع رمانة. رح ارجع اقرا الجملة مرة تانية. على شاطئ البحر أكل ربيع رمانة. عيدوا وراي. على شاطئ البحر أكل ربيع رمانة. فإذا شاطئ البحر كلنا بنعرف البحر على الرمل على الشاطئ. شو عمل ربيع؟ أكل. أكل ماذا؟ رمانة. أحسنتم. أكل رمانة. طيب هلا يا أصحاب وين الراء؟ وين الراء موجودة بالكلمات؟ هل هي في على؟ على. أول شيء عم بسمع شيء صوت الراء وقت بقول كلمة على؟ كلا. ممتاز. فإذا مكتوب شيء راء؟ ما في راء. أحسنتم. شاطئ شاطئ. هل أسمع صوت الراء؟ شاطئ؟ طبعا لا. أحسنتم. البحر البحر. ممتاز. البحر هنا شكلها غريب، شيء شكلها غريب، بس بتعرفوا شيء؟ هيدا الشكل
رح نحكي عنه بعدين. أكل أكل، هل هناك رر حين أقول أكل؟ أكل، ممتاز. كلا لا يوجد، أحسنتم. ربيع ربيع، أجل، هناك راء في بداية الكلمة، في بداية الكلمة. رمانة رمانة، مظبوط، أكيد موجود الراء في رمانة، أحسنتم. ربيع ورمانة. والآن يا هل ترى مع الراء في صوت طويل أو صوت قصير؟ خلينا نشوف، طلعوا منيح. الربيع، هل هناك صوت طويل؟ كلا، هناك صوت قصير، أحسنتم. فإذا هيدي ما اسمها؟ اسمها الفتحة وصوتها أه. اسمها الفتحة وصوتها أه، أحسنتم. وهي طائرة فوق الراء، ر ر ر. هنا في ربيع، في رمانة، عفوا، في رمانة، رمانة. هل هناك صوت طويل أو صوت قصير؟ صوت قصير، ممتاز، صوت قصير. شو اسمه؟ فتحة؟ كلا، اسمها ضمة، ممتاز، أحسنتم. شو صوتها؟ أوه أوه، ممتاز. فإذا ر ر، عيدوا، ر ر. ميزتوا؟ بس يكون في صوت قصير فوق الحرف، كيف نلفظه؟ شوفوا كيف رح نرجع نقول الكلمة. ر ربيع ربيع، ر ر رمانة رمانة. عيدوها وراي، ر ر ربيع، ر ر رمانة. ممتاز يا أصحابي. فإذا اليوم تعرفنا على حرف جديد واكتشفناه بالجملة مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة، مع أن اليوم ما كان في عنا صوت طويل بهيدي الجملة. فإذا ر ورو، ما تنسوها، رح نرجع نعملها مراجعة صغيرة. اسمها راء وصوتها ر، عيدوا وراي، اسمها راء وصوتها ر. وبس تكون حدة صوت طويل بنقلها را ر، رو رو، ري ري. عظيم، نرجع منعيدها مرة تاني، را ر رو رو، ري ري. ما تنسوها. فإذا لحد اليوم صرنا عنا حرفين حرفين، دال والراء، وتعلمنا الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. بدي أطلب منكم أنكم على طول ترجعوا بالبيت لحالكم، ترجعوا تجربوا تكتبون وتجربوا تقرون، وما تنسوا ترجعوا تعملوا أصوات الطويلة والأصوات القصيرة. وإذا نسيتوهم تذكروا الحركات، ما تنسوا. وأنا بكرة بشوفكم بحصة جديدة وبصوت جديد. إلى اللقاء. قبل ما نفل خلينا نسمع الأغنية سوا، أغنية الأبجدي. على شاطئ البحر أكل ربيع رمانة، على شاطئ البحر أكل ربيع رمانة.